بسم الله، هنكمل باقي محاضراتنا في الانترو عن الاكسشينج سيرفر 2013. ما زلنا بنتكلم على الان تي دي اس 2013. ما زلنا بنتكلم على موضوع الان تي دي اس بارتيشنز. قلنا اتفقنا مع بعضينا ان الـ NTDS بارتيشن هما كام بارتيشن؟ هما 6 بارتيشن، صح كده؟ اتكلمنا قلنا أول حاجة عندي اسمها إيه؟ الدومين بارتيشن. واتكلمنا في الدومين بارتيشن وقلت لك إن الدومين بارتيشن ده لا هيكون إيه؟ يونيك على الفورست كلها. يعني ايه يونيك على الفورست كلها؟ يعني هيكون واحد بس على مستوى الفورست كلها. انا مش هعمل اكتر من دومين بارتيشن، هو بيبقى دومين بارتيشن واحد بس. تمام كده؟ قلت لك هيكون يونيك على مستوى الفورست كلها، يعني ايه؟ يعني يونيك على مستوى الفورست كلها؟ يعني خلي بالك هنا عندي دومين كنترول واحد بس. دومين او بي دي سي واحد بس اللي هو البرايمري دومين كنترول. البرايمري دومين كنترول بتاعي هيوزع البرايمري دومين كنترول بتاعي هو اللي بتقوم عليه الفورست كلها، صح كده؟ عشان بيبقى اول دومين كنترول عندي في الفورست، صح كده؟ وهو اللي على اساسه هيتبني الاكسشينج سيرفر بتاعي، هيتبني الاكسشينج سيرفر بتاعي، صح كده؟ انا قلت لك الاكسشينج سيرفر هو بيخدم على الفورست كلها، صح كده؟ قلت لك يعني ايه بيخدم على الفورست كلها؟ يعني هو دومين واحد بس انت تقدر تعمل بتخدم بيه على الفورست كلها. سواء عندك تشايلد، سواء عندك تري، سواء عندك فورست تاني ما بينك وما بينها تراست، هو دومين بارتيشن، هو دومين واحد، هو اكسشينج واحد بس على الدومين بتاعك اللي بيقدر يخدم عليه. يعني معناها كده لو جيت دلوقتي فتحت قائمة تولز عندك هنا في الدومين كنترول بتاعي، يعني فتحنا مايكروسوفت كده، لو جيت فتحت قائمه تولز هتلاقي عندك الاكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز بتاعك. احنا دلوقتي داخلين على مستوى ايه؟ على مستوى الدومين كنترولر البيرنت بتاعي اللي هو فين؟ على مستوى الفورست كلها، صح كده؟ ده على مستوى الفورست كلها. لو جيت هنا على البي دي سي بتاعي، على الاي بي سي بتاعي، ورحت كريت له كده اويو، هنسميها مثلا اي بي سي، وجيت هنا جوه اي بي سي ده رحت كريت له هنا اويو وسميتها اتش ار، وجيت هنا كريت له اويو تاني سميتها له مثلا اي تي. الاتش ار دي، الاتش ار اللي اتكريتها دي، هل هنا اما اتكريتت راحت سمعت على التشايلد او سمعت على التري؟ بص كده، لو انا رحت هنا على التشايلد، التشايلد عنده ده دومين كنترولر، لو جيت هنا وقفت عليه قلت له فول سكرين، لو جيت هنا فتحت تولز وفتحت اكتف دايركتوري اند كمبيوترز، هتيجي هنا هتلاقي عندك هنا حاجه اسمها اي بي سي؟ لا. ليه؟ عشان كل دومين من الدومينز دي لها اليوزرز والكمبيوتر بتوعهم. هو في تراست ما بين الثلاثه، ما بين البيرنت، ما بين التشايلد، ما بين التري، صح كده؟ واليوزر اي يوزر يقدر يفتح من هنا لهنا في اي مكان في الفورست، عشان الثلاثه موجودين في فورست واحده، صح كده؟ بس كل دومين ليه اليوزرز والكمبيوترز والاويو والكونتينر الخاصين بيه. هو في تراست بس ما فيش ريبليكيشن ما بينهم. امال الريبليكيشن ده بيحصل ما بين مين ومين؟ ما بين البيرنت والاديشنال، ما بين البيرنت والرودك، صح كده؟ بس انما الثلاثه دومينز دول كل واحد هتلاقي ان عنده الاكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز بتاعته خاصه بيه. خاصه بيه يعني ايه؟ عشان هو كل حاجه ليها، كل حاجه يونيك خاصه بنفسها، كل حاجه خاصه بنفسها. يعني كل دومين عندي، كل دومين في الفورست عندي ليه البارتيشنز بتاعته.
ليه الدومين بارتيشنز، ليه الكونفيجريشنز بارتيشن، ليه السكيما بارتيشن، ليه الابلكيشن بارتيشن، وليه الدومين دي ان اس زون، وليه الفورست دي ان اس زون، وليه الجلوبال كاتالوج. صح كده؟ ما انا قلت لك دلوقتي يعني مثلا انت عندك التشايلد ده، لو انا شلت الجلوبال كاتالوج اللي هشغل بيها التشايلد ده، ان حد يجي يعمل لوجن مفيش. مفيش ازاي؟ ما هو الجلوبال كاتالوج دي من ضمن الحاجات اللي هو مسؤول عنها اللوجنز بتاع اليوزرز. صح كده؟ هيجي اليوزر ده هياخد التيكت، هو مين اللي هيديله التيكت؟ مفيش تيكت خالص، مفيش تي جي تي خالص بالنسبه لي عشان يقدر يعمل ايه؟ يقدر ياخد التيكت ويقدر ياكسس بيها. انما البارتيشن الثاني اللي هو الكونفجريشن بارتيشن والسكيما بارتيشن، يبقى انا عندي ثاني واحد اللي هو الكونفجريشن بارتيشن والسكيما والسكيما بارتيشن. الاثنين دول بيعملوا ايه؟ بيكون عندي حاجه اسمها كومون. يعني ايه كومون؟ يعني هم دول على مستوى الفورست كلها هو اللي بينزل عندي، بينزل عندي كونفيجريشن بارتيشن واحد، وبينزل عندي ايه؟ سكيما بارتيشن واحد بس. الاثنين دول حاجه اسمها ايه؟ كومون. يعني ايه كومون يا برون؟ يعني دول بينزلوا لي على مستوى الفورست كلها هم اثنين، كونفيجريشن بارتيشن واحد وسكيما بارتيشن واحد بس. الكونفيجريشن بارتيشن ده طبعا، وخلي بالك في حاجه ثاني، ايه هي؟ وعلى مستوى الفورست كلها بينزل لي حاجه اسمها دي ان اس فورست زون، ودي معناها ايه؟ معناها ان هي جزء بسيط من مين؟ من الابلكيشن بارتيشن. انا قلت لك الابلكيشن بارتيشن عباره عن اثنين بارتيشن جوه، اللي هم اسمهم ايه؟ دي ان اس فورست زون والدومين. صح كده؟ دول الاثنين اللي عندي. طيب الحته بتاعت الجلوبال كاتالوج بقى اللي هو البارشال، البارشال سيت اوف اتريبيوت دي برضو انا لو عملته هتبقى عندي ايه هي؟ كومون. الجلوبال كاتالوج هتبقى ايه؟ كومون. ليه؟ عشان انا بالنسبه لي هتبقى جلوبال كاتالوج الفورست الاساسيه. ما هو الفورست بتاعت الفورست الاساسيه كله بيروح عليها. صح كده؟ يعني هل انت لو وقفت الجلوبال كاتالوج بتاع البيرنت وشغلت بتاع التشايلد هيبقى ليها لازمه؟ ولا ليها لازمه؟ ما هي ده الاساس بتاعها. اما تيجي تعمل ريبليكيشن هتعمله مع مين؟ اما تبقى في تراست ما بين الاثنين. تراست ما هو قايم على الجلوبال كاتالوج، مش هيبقى في تراست ما بينه وما بين الاثنين. يعني انا لو زي ما قلت لك ايه، وقفت البيرنت، وقفت الجلوبال كاتالوج بتاع البيرنت دي، هتلاقي الجلوبال كاتالوج بتاع، هتلاقي الجلوبال كاتالوج اللي بيلعب جلوبال كاتالوج ان هو بيلعب جلوبال كاتالوج. لو انا شغلت الجلوبال كاتالوج بتاع التشايلد ولا تري، مش هيقدر يوصل للبيرنت نفسه. هم اليوزر بتوعه هيقدروا يوصلوا ليه، انما هو نفسه مش هيبقى في تراست ما بينه وبين مين؟ ما بينه وبين بيرنت، هيكون قائم بذاته لوحده. طب هو لوحده كده هينفع يكون ككيان لوحده؟ لا، هو نابع. نابع من مين؟ من البيرنت نفسه. طب لو حضرتك جيت هنا بصيت على الدي ان اس، لو جينا هنا على الدي سي، جينا بصينا على الدي ان اس بتاعي، وفتحت، وجينا فتحنا هنا كده تي سي بي، هتلاقي عندك كام جلوبال كاتالوج؟ ثلاثة، اللي هم بتوع مين؟ ثلاثة دومينز، البيرنت، التشايلد، التري. طب هل هنا ظاهر لك كام كيربروس؟ واحد بس. اشمعنى احمد؟ عشان كل دومين ليه الكيربروس بتاعه. طب انا لو جيت هنا عملت ثلاثة اديشنالز هيظهر لك ثلاثة كيربروس. ليه؟ عشان الكيربلز صوره طبق الاصل من الدومين، وهتلاقي جلوبال كاتالوج واحده بس، مش هتلاقي ثلاثه جلوبال كاتالوج. عشان في الاديشنال هو هيشغل الجلوبال كاتالوج بتاعت مين؟ بتاع البيرنت. لو حصلت اي حاجه في البيرنت هو اشتغل مكانه، وقام مكانه على طول، ما هو صوره طبق الاصل منه. بس هنا ظهر لي ثلاثه جلوبال كاتالوج،
كل واحد بص كده ظاهر لك بايه؟ بالاسم بتاعه، ده التشايلد، ده الدي سي، ده مين؟ ده التري. لو انا جيت وقفت البيرنت نفسه هتلاقي الثلاثه اختفوا اصلا، عشان هما نابعين من مين؟ من البيرنت، عشان هو العلاقه اللي ما بينهم ما بين البيرنت ترانستف. يعني ايه ترانستف؟ انتقاليه، انتقاليه تو واي مش وان واي، تلاقيها انتقاليه. طيب خلي بالك الجلوبال كاتالوج دي هي واحده بره على مستوى الفورست كلها. لو جيت انا على البيرنت نفسه ورحت شلت وجيت هنا على اكتف دايركتوري سايت اند سيرفيسز، طبعا انت ممكن برضه تجيبها من هنا، يعني عندك استعداد تجيبها من هنا وتجيبها من هنا وتقول له بروبرتيز كده، هو بيلعب ايه؟ لو انا جيت هنا على سايت اند سيرفيسز ولو انا جيت هنا على البيرنت نفسه ادي دي سي، جيت هنا دوست رايت كليك بروبرتيز ورحت شلت التشيك بوكس ده وقلت له بص قلت له ابلاي، هيزعق في وشك. المفروض هنا ما خلي بالك، ده انا الاساس، ده انا بابا يالا، صح؟ فما ينفعش ان انت تقدر، ما ينفعش ان انت تشيل الجلوبال كاتالوج بتاعت البيرنت، عشان بتاعت البيرنت ده هم كلهم معتمدين عليه، معتمدين على ايه؟ على الجلوبال كاتالوج دي. بس زي ما اتفقنا مع بعض ان مشكلتها ان انت لو عندك اكتر من سايت بالشكل ده، يعني عندك كايرو واليكس مثلا ومفيش جلوبال كاتالوج، هيروح يعملوا ايه؟ هيروحوا للبيرنت الاول، هيروحوا يعملوا اكسسه من عنده، بعد كده يرجعوا تاني. يبقى انت اصبح دلوقتي ما عملتش حاجه، ملوش لازمه اصلا التشايلد ولا التري اللي انت عملتهم. ليه يا سامح؟ عشان انت اساسا انت عامل هناك تشايلد عشان اليوزر دول يروحوا ياكسسوا من عندك، من هما من نفس المكان. هياكسسوا ازاي؟ عن طريق التشايلد، عن طريق الجلوبال كاتالوج اللي موجوده في نفس المكان. هما مش هيروحوا مصر، مش هيروحوا عند البيرنت اللي ممكن يكون في دوله تاني، عشان يعملوا هيدك على اللينك اللي ما بين التشايلد او التري على البيرنت، هيعملوا هيدك. طب ما هو انت لازمته ايه؟ عشان كده انا بشغل الجلوبال كاتالوج، ويفضل ان هم ما ينفعش ان هم يكونوا في نفس السايت. ليه؟ خلي بالك اللي بيقوم بنفس وظيفه الجلوبال كاتالوج ده عند مين؟ الانفراستراكشر. ما هي الانفراستراكشر دي، عارفين الانفراستراكشر؟ اللي هنا لو جيت هنا عندك في دايركتور ريزرز اند كمبيوتر وجيت هنا قلت له اوبريشن ماستر، هتلاقي عندك حاجه اسمها انفراستراكشر. الانفراستراكشر دي عندها معلومات عن كل الاوبجكتس اللي موجوده في الفورست. احيانا اما يكون عندك الجلوبال كاتالوج شغاله والانفراستراكشر شغاله، احيانا الواحده تشغل تعطل واحده. الكلام ده في 2003 و2008. اما جم في 2012 غيروا لك جزئيه دي بسيط، عملوا تعديل او عملوا اديتنج في الجزئيه دي. ايه الاديتنج اللي حصل؟ ان خلى لك الجلوبال كاتالوج بارتيشن من ضمن البارتيشنات، من ضمن السته بارتيشن اللي هو البارتيشن سيت اوف اتريبيوت، بقت عمود من عمدان ايه؟ الداتا بيز بتاعتك. الداتا بيز بتاعتك الان تي دي اس لما بتيجي تنزل هي واخده 5 جيجا لوحديها تنزل عليها الجلوبال كاتالوج. انما انت عندك هنا الانفراستراكشر، لا الانفراستراكشر دي ده جزء بسيط من الان تي دي اس. انما هي هنا في 2012 راح اعمل لك ايه؟ راح اعمل لك بارتيشن كامل لمين؟ للجلوبال كاتالوج. اصبح ان الجلوبال كاتالوج هي اكتر حاجه عندك عليها هيدك وعليها اوثنتيكيشنز اكتر، يعني عشان هي اكتر واحده عندها معلومات عن مين؟ عن الفورست كلها، صح كده؟ اخر حاجه كنا بنتكلم عنها وما زلنا بنتكلم عنها اللي هي الكونفجريشن بارتيشن، واحنا اتفقنا ان انت هتعمل لها مانجد من منطقتين. الكونفجريشن بارتيشن هتعمل لها مانجد من عن طريق الاكتف دايركتوري سايت اند سيرفيسز، او هتعمل لها مانجد عند اكتف دايركتوري دومين اند تراست. الاثنين دول في مكان واحد، يعني الاثنين دول تقدر تعمل مانجنج للكونفجريشن بارتيشن، تمام كده؟ الحته اللي اسمها دومين بارتيشن طبعا، وكنا المره اللي فاتت عملنا التشايلد والتري،
قلنا لك لو انا جيت هنا على الفورست على البيرنت نفسه هتلاقي ايه؟ التشايلد بتاعك، ولو جيت هنا هتلاقي ايه؟ التري. التشايلد بتاعك لو جيت هنا وقفت على بروبرتيز هتلاقي في سن التقل. ليه سن التقل؟ خلي بالك سنة التقل دي من حاجة واحدة بس، دي الناس. ظبطت دي الناس الدنيا هتشتغل معاك زي الفل. ما ظبطتش دي الناس هتلاقي التقل اللي انت شايفه ده. طب التقل ده ناتج عن ايه؟ هبص كده وخلي بالك المفروض هنا هتلاقي في كلام كده هنا، فاكرينها؟ ان هو بيعمل تراست مع مين؟ ان هو مش شايف. لو انا جيت هنا برضو على التري وقلت له بروبرتيز هتلاقي مات شويه. ليه؟ ما هو دي مشكله دي ان اس. زي ما قلت لك ان الدي ان اس ده 99.9 من الاكتف دايركتوري هو دي ان اس. ظبطت جزئيه الدي ان اس الدنيا اشتغلت معاك زي الحلاوه. الاكشنج بتاعك ان شاء الله لما نيجي ننزله، طبعا خلي بالك ان اللاب بتاعنا اللي احنا عملناه ده هو لاب الاكشنج. احنا اللاب اللي احنا عملناه ده هو لاب الاكشنج. طبعا احنا نسينا نعمل حاجه، بس عايزين نخش كده ناخد السناب شوت عشان تاخد شويه وقت. ان احنا عندك الاكشنج واحد اللي هنزله هنخليه يخدم على الفورست دي كلها بما فيها النيو فورست اللي احنا عملناها، بما فيها النيو فورست اللي اتعملت. هنيجي هنا هنقول له تيك سناب شوت، هنقول له تشايلد. هنيجي هنا ده هنقول له تيك سناب شوت، هنقول ده دومين. هنيجي هنا على الراوتر هنقول له تيك سناب شوت، هنقول له ده راوتر. ده الفورست، ده فورست ما تهمناش زي الراوتر يعني. البروجكت ده كله متكامل في حته واحده. ده راوتر، ده ايه؟ ده تري. عشان احنا هناخد شوية وقت شوية. لو جينا كملنا كده زي ما قلت لك دي مشكلة ايه؟ دي ان اس. وخلي بالك في حاجة، لو انت جيت هنا على التشايلد او تري وجيت لعبت في الجزئية اللي هي اكتف دايركتوري سايت اند سيرفيسز، بص كده لو رحنا على ادمنستريتف تولز هفتح اكتف دايركتوري سايت اند سيرفيسز، طبعا هنا لو انت جيت تضيف اي حاجه او تمسح اي حاجه هيقول لك ايه؟ مالكش برمش، عشان انت مش ايه؟ عشان انت البرايس ادمن، هو الوحيد اللي بيقدر يتحكم في اي حاجه. هي دي نتيجه شويه لو انا واخد 4 جيجا رام قد ايه؟ بص كده لو جيت هنا على تشايلد مثلا وحبيت تمسح الريبليكيشن اقول له كده ديليت. مالكش برميشن. نفس الكلام لو انت حبيت تمسح اي حاجة من عندك مالكش برميشن. هنا مثلا تمسح الريبليكيشن تقول له نيو ريبليكيشن ما بين مين ومين؟ ما بين الدي سي والتري. لا لا ما تقلقش يعني، او تيجي ممكن تعملها من هنا من سبنت من سايت، هتيجي هنا ريبليكيشن اهو.
هو بيتحكم في حاجته هو بس، انما هو ما يقدرش يمسح من اي حته. عشان ايه؟ لو انت جيت هنا بعت على بيرنت نفسه، ولو انت جيت هنا على اكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز ورحت على يوزر، هتلاقي عندك جروب اسمه ايه؟ الانتربرايز ادمن. هتلاقي في ممبر، في مين؟ ادمنستريتور. لو انت جيت هنا وقلت له اد ودخلت الادمنستريتور بتاع التشايلد او التري، هيقدر يعمل اللي هو عايزه. هيقدر يعمل ايه؟ كل حاجه هو عايزها. طب زي ما قلت لك ان مشكله ال دي ان اس دي بتتحل ازاي؟ قلت لك عندك حاجه من اتنين، يا اما تيجي كده على البيرنت نفسه وتيجي هنا تروح تقول له ايه؟ ريكيرزيف. لا، هنقول له كونديشنال فور اوردرز، يا اما كونديشنال فور اوردرز يا اما تعمل له ايه؟ سكندري زون. وانا بقول لك هما الاثنين هيشتغلوا، بس السكندري زون احسن في ايه؟ ان هي هتروح تجيب لك الريكورد اللي موجوده فين؟ عند كل دومين من الدومينز. يعني انت مثلا هتيجي هنا على الدومين ده هتقول له رايت كليك نيو زون، او لو نجس هتقول له ايه؟ سكندري زون. خلي بالك ان السكندري زون دي هي زون ريد اونلي. ريد اونلي. لو انا جيت هنا وقلت له نيكست، هقول له ايه؟ فورورد لوك اب زون. الزون بتاعتها تسميها ايه؟ هقول له هسميها كايرو دوت اي بي سي دوت كوم. نيكست. الاي بي بتاعها كام؟ 172 20 20 200. هتلاقيه عمل ريزولف وجابها. هنعمل زون تاني لمين؟ هقول له نيو زون سكندري زون. هقول له ان عندي كيو ان بي دوت كوم. الاي بي بتاعه كام؟ 10 10 10 100. ماشي كده. هقول له نيكست. هتعمل له فورست، هتقول له برضه زون تاني لمين؟ هقول له سكندري زون ال ان بي اي دوت كوم. الاي بي بتاعه كام؟ 192 168 10 200. هيعمل ريزولف جابه. طبعا خلي بالك لما تيجي تروح تعمل زوم برضه هناك مفيش ولا واحده هتشتغل. ليه؟ لازم، ما ينفعش. هتيجي تقف على الزوم بتاعتك الرئيسيه هتقول له بروبرتيز، هتيجي عندك عند زوم ترانسفير هتقول له ايه؟ الاو زوم ترانسفير، ان انت اي حد عايز يعمل كونكتد معايا افتح له الدنيا. هقول له ابلاي اوكي. لو انا جيت هنا بقى رحت على التري، هاجي هنا برضو على دي ان اس، خلص ولا لسه؟ هنيجي نرجع للسناب شوت دي. الجرح اللي خدناه هنرجع على تشايلد. تشايلد ده هنقول له كونكت. ادي التري بتاعنا اهو. هنيجي نقول له فول سكرين. هنيجي نفتح دي ان اس. هنيجي نقول له فول كنترول، فول سكرين. هنيجي نخش هنا على ادمنستريتف دي ان اس. هنيجي هنا عند فورورد لوك اب زون، ادي الزون بتاعتنا اهي. طبعا هتيجي تقول له رايت كليك وتقول له بروبرتيز. هنفتح هنقول له ايه؟ الاو زون ترانسفير. هنيجي زون ترانسفير، الاو زون ترانسفير. هتيجي هنا على الزون بتاعتك، هتيجي نقول له ايه؟ نيو زون سكندري زون. اول واحد هنقول له ايه؟ اي بي سي دوت كوم. البيرنت نفسه
192.168.1.200 جست فينش. هنيجي هنا طبعا اكيد هنا هتشتغل على طول اهي، شوف جاب لك الريكورد كلها. بس طبعا هي هنا ايه ريد اونلي، هنيجي ندوس له رايت كليك نيو زون، هنقول له سكندري زون، هنقول له اللي هو كايرو دوت اي بي سي دوت كوم 10 10 10 100، نعمل له ريزولف صورة كايرو. لا ده تري، ده كيو ان بي ده تري، وده اللي واخد اللي هو 172 مش كده؟ ده اللي واخد 10، اه التاني 172. هنقول له هنا ده 172 20 20 200، اعمل ريزولف اهو نيكست فينيش. هنيجي نعمل له زون مين فورست اللي هناك اللي هي nbe.com. انا احنا لسه ما عملناش تراست، بس عشان نيجي نعمل تراست 192.168.10.200، اقول له نيكست. نفس الكلام هتروح نروح لمين؟ نروح للتشايلد، نروح للبي دي سي. طب دلوقتي الاول هنا بقى نيجي نفتح دي ان اس، هنعمل له الكل بقى، هنعمل له كل حاجه. اول حاجه عندي هنيجي عند ان بي اي، هنقول بروبرتيز زون ترانسفير، الله زون ترانسفير، هنيجي هندوس له رايت كليك ونقول له ايه نيو زون نيكست سكندري زون. هنقول له احنا عايزين اول حاجه الاي بي سي دوت كوم، الفرص الثانيه اللي هي 192.168.1.200 وجابها اكيد معانا هنا. هقول له نيو زون سكندري زون اللي هي اسمها ايه 3 اللي هي كيو ان بي على طول كيو ان بي دوت كوم، وده 10 10 10 100، عمل ريزولف اهو تاني جابها. اقول له نيو زون نيكست سكندري زون، اقول له كايرو دوت اي بي سي دوت كوم 172.20.20.200. دول الزوم بتاعتي كلها صح كده؟ طبعا كايرو لسه ما فتحناهاش. تشايلد نعملها له لوكال، كنترول الت انسرت، هنيجي نفتح دي ان اس، اول حاجه هنيجي على الزون دي رايت كليك بروبرتيز زون ترانسفير، هنلاقي زون ترانسفير، هنيجي هنا نيو زون سكندري زون، نقول أول حاجة اي بي سي دوت كوم 192.168.1.200، طبعا جاب لك الريكورد اهي. لو هنا قلت له نيو زون سكندري زون، أقول له أنا عايز مين كيو ان بي دوت كوم 10 10 10 100، هنقول له نيو زون سكندري زون، هقول له عايزين من ان بي اي دوت كوم ودي 192.168.10.200 كده كلهم ايه شغالين اهو. لو انا هنا جيت بعت على الدي سي، انا قلت له لو ترانسفير فروم ماستر، عملت ريفرش بس او قفلت الويزر ده،
وفتحته تاني على طول. كلهم جمهور. اصبح دلوقتي لو انا جيت فتحت هنا اكتف دايركتور دوميننت تراست، ده احنا فين دلوقتي؟ ده تري. مش هيفرق لي بايه ليه. احنا التنين بتاعنا ده، لو انا هنا قلت له فول سكرين قفلت اليوزرز ده وفتحناه تاني، هتلاقي كل ايه؟ كل الزونز عندك هي اشتغلت. لو انا جيت هنا بقى، طبعا هنقفل ده، هنيجي هنا، هنيجي نفتح اكتف دايركتوري دومينانت تراست. بص دلوقتي لو انا دوست رايت كليك زي ما قلت لك، دي كانت مشكله ايه؟ دي ان اس. ظبطت الدي ان اس، الدنيا كلها اشتغلت معاك. هو بيثق في مين؟ بي بي سي تشايلد. دي كلها مشكله دي ان اس زي ما قلت لك. يعني انت دلوقتي ظبطت الدي ان اس بتاعتك، الدنيا كل حاجه هتشتغل معاك زي الفل. واتفقنا مع بعضينا ان الانتربرايز ادمن الادمنستريتور بتاعه، الجروب اللي اسمها الانتربرايز ادمن، لو انا خليت الادمن بتاع التشايلد ولا التري ممبر فيها، هيروح يعمل لك ايه؟ هيقدر يتحكم في اي حاجه في الفورست. طبعا انت بتقدر تعملها فين؟ ما ينفعش تعملها ولا من التشايلد ولا من التري، لازم من البيرنت، لازم من البيرنت نفسه. تروح تعمل ايه؟ تقول له ايه؟ تقول له ممبر اوف كذا، ممبر اوف الراجل ده. تمام كده؟ احنا اتفقنا طبعا ان اليوزر للصلاحيات بتاعته حاجتين، حاجه اسمها بيرميشن وحاجه اسمها ايه؟ رايتس. صح كده؟ مش قلت لك ان اليوزر عندي ليه صلاحيه؟ ليه حاجتين، البيرميشن وايه؟ والرايت. البيرميشن صلاحيه البيرميشن الصلاحيات بتاعته منين؟ تاخدها بيرميشن بديها له منين؟ من الدومين. ماشي، بديها له من الدومين، بديها له منين؟ انا بديله الصلاحيه بتاعتي عشان هو راجل ممبر عندي جوه الدومين، والراجل ده متكريت هنا. وما باجي كريته هنا، طبعا انت عارف ان احنا بنكريت ايه هنا؟ جروب. الجروب مين اللي بيدي البرميشن؟ الجروب. ولازم الجروب بتاعته تكون ايه؟ سكيورتي. عشان انت عندك اتنين جروب عندك هنا، عندك حاجه اسمها سكيورتي وعندك حاجه اسمها ديستريبيوشنز. الجروب السكيورتي هي تدي لك حاجتين، بتدي لك سكيورتي. سكيورتي يعني ايه؟ يعني تدي لك برميشن، تقدر تطبق برميشن، وبتدي لك ميل. صح كده؟ وانما ديستريبيوشن تدي لك فور ميل اونلي بس، تدي لك ايميلات بس. يعني ايه؟ يعني هي دي خاصه بالايميلات بس. ديستريبيوشن عندي دي خاصه بالايميلات بس. طب دي ليها اس اي دي عندي؟ سكيورتي ايدنتيفاير. ديستريبيوشن لا، هي السكيورتي بس اللي ليها اس اي دي، ليها سكيورتي ايدنتيفاير عندي. طيب لو انا جيت هنا حبينا اوريك حاجه كده في الرسمه بتاعتنا دي، احنا اتفقنا مع بعضينا ان انت عندك الفورست بتاعتنا هي عباره عن ايه؟ عباره عن المثلث الهرمي اللي انت شايفه قدامك، صح كده؟ وقلت لك هو نابع جواه ايه؟ هو نابع جواه في اول حاجه عندك الدومين كنترول بتاعي، والدومين كنترول بتاعي ده اللي هو ايه؟ اول دومين كنترول بينشا هو مين؟ هو الفورست، صح كده؟ وقلت لك بينبع منه ايه؟ بينبع منه تشايلد، والتشايلد ده بيبقى مكانه هنا، او بينبع منه تري، صح كده؟ بس عايزين ايه؟ نوصله كده ما بينه. تري ده بيبقى مكانه هنا ما بينه وبين مين؟ الفورست بتاعتي. طيب البيرنت خصائصه ايه؟ لو انا سالتك في سؤال انترفيو قلت لك البيرنت ده خصائصه ايه؟ البيرنت ده ليه مجموعه خصائص. اول خاصيه عنده ان هو ايه؟ اول دومين في الفورست بتاعتي.
وهو والفورست بتاعتي اللي هتتسمى باسمه. يبقى انا عشان لو جينا اتكلمنا هنا دي بالنسبه لي اسمها ايه؟ الفورست. لو جينا هنا خدنا كده او السايت بتاعتي، يعني ده هنا دي اسمها الفورست. تاني حاجة عندي اللي هو ايه؟ البيرنت او الروت. وعندي بعد كده الدومين بالتالت بتاعي اللي هو ايه؟ ده التشايلد. وده التري. وقلت لك ان اول حاجه دي طبعا الفورس بتاعتي، طبعا احنا حطينا صحنا كده، دي الفورس بتاعتي. دي الفورست، دي ده البيرنت، وده ايه؟ ده التشايلد. وده بالنسبة لي التري. صح كده؟ قلت لك ان المميزات اللي بيتميز بيها البيرنت مجموعة خصائص. أول حاجة إن أول دومين موجود عندي في الفورست. تاني حاجة إن الفورست كلها تسمى باسمه. الأدمن بتاعه، الأدمن بتاع البيرنت هيكون أدمنستريتور على الفورست كلها بتاعة البيرنت طبعًا. هيكون ممبر في مين؟ في الإنتربرايز أدمن. صح كده؟ هو المسؤول عن الحتة اللي اسمها كونفجريشن بارتيشن. ده البيرنت هو المسؤول عن الكونفجريشن بارتيشن، هو المسؤول عن السكيما بارتيشن، هو المسؤول عن الجلوبال كاتالوج. يبقى انا دلوقتي يا عم احمد اللي بتتاوي ركز كده، يبقى انا عندي مميزات البيرنت بتاعي لمجموعه مميزات. هي اول حاجه ان الفرصه هتسمى باسمه، ثاني حاجه ان هو اول دومين كنترول بتاعي، اول دومين كنترول بيكون عندي في الفورست. ثالث حاجه ان الادمنستريتور بتاعه هو ادمنستريتور على الفورست كلها عشان هو ممبر للانتربرايز ادمن. هو المسؤول عن جزئيه الكونفجريشن بارتيشن، هو المسؤول عن السكيما بارتيشن، هو المسؤول عن الجلوبال كاتالوج. طبعا انت لو رحت عند اكتف دايركتوري سايت اند سيرفيسز، لو جيت هنا فتحنا اكتف دايركتوري سايت اند سيرفيسز على البيرنت نفسه، هتلاقي ان هو ان الدي سي ده هو اللي بيقدر يعمل ريبليكيشن على الفورست كلها، هو المسؤول عن كل حاجه. ولو جيت هنا رحت عند التشايلد قلت له كونكت، لو انا رحت هنا عند التشايلد وعملت زي ما قلت لك نيو سايت، لو جيت هنا في اكتف دايركتوري سايت اند سيرفيسز وفكرت ان انت تعمل نيو سايت، هو ليك بيرميشن. لو انا جيت هنا السايت عندي اهو، هاجي رايت كليك واقول له نيو سايت، السايت ده يا عم انا هسميه اليكس، هيشغلك معاك زي الفل. هو احنا عملنا فيزيت ايه؟ المفروض ان التشايلد ده مالوش الاحقيه ان هو يقدر يعمل اي حاجه، الادمنستريتور بتاعه. يبقى احنا شكلنا داخلين بالادمنستريتور بتاع البيرنت نفسه. لو انا دخلت بالكردنشال، لو انا جيت هنا قلت له ريكونكت اقول له بروبرتيز اقول له كاستم اقول له كايرو باك سلاش ادمنستريتور
ادي الباسورد سيف. نيجي هنا لوج اوف. نيجي هنا نقول له ايه ساين اوت ريكونكت. عشان ادخل بالانتربرايز. انما انت هنا لو شغالين كده فيزيكال لا مفيش الكلام ده. لو انا شغال هنا جيت هنا وفتحت له كده اقول له كنترول الت وديليت انسرت انا داخل بمين؟ كايرو اهو شايف. حتى لو انا جيت هنا فتحت له اكتف دايركتور سايت اند سيرفيسز ادي اليكس اللي اتعمل. لو انا قلت له هنا ديليت هو مالكش ايه؟ بريفليج. طبعا عشان التاني كنت داخل بالادمنستريتور بتاع مين؟ الدومين. هذا المصطبة. فده ملوش ايه؟ ملوش بريفليج عندي. ليه ملوش بريفليج عندي؟ ملوش صلاحيات. عشان الراجل ده ما الا ايه؟ الادمنستريتور بتاعه برضه محدود. محدود على ايه؟ هو ليه انتربرايز على الدومين على الدومين بتاعه هو. بس خلي بالك لو انا جالي بوليسي من فوق، لو عليا جروب بوليسي نازلالي من فوق هتطبق عليك. لو انا جاي عندي جروب بوليسي هتطبق عليك غصب عنك عشان جالي منين؟ من انتربرايز عندي. طيب التشايلد ده، التشايلد دومين ده، التشايلد اللي عندي ده بيعمل ايه؟ طب انا التشايلد ده هو بيعمل له ايه؟ بيعمل انها انهرت، بياخد انهرت للنيم. يعني انهرت بيورث الاسم. يعني هو بياخد ايه؟ احنا حسبناه كايرو، هياخد ايرو كايرو دوت ايه؟ دوت اي بي سي دوت كوم. هو عمل انهرت للنيم دي اول حاجه، ان هو ورث الاسم من مين؟ من البيرنت عندي. تاني حاجه عندي دلوقتي طبعا طبعا عليك ما مكان. انت ما قال عليك ان انت واخد صلاحيات بس، انما انت البوليسي هتطبق. مش عايز تطبق. فاكر اما احنا رحنا في جروب بوليسي وقلت لك اما تيجي بدل ما يقرا البوليسي هتقول له هي ديناي كده مش هتطبق عليه. انما هي لو عايز تطبقها هتطبقها، لو عايز تطبقها على الدومين ده بس هتطبق ده. مش احنا قلنا لك ان البوليسي تطبق على ثلاث حاجات؟ هي سايد دومين ويو، سايد دومين ويو، دي ثلاث حاجات اللي بتطبق عليهم. طيب زي ما قلت لك ان التشايلد ده بيتعمل له انهيرت للنيم صح كده؟ بياخد ايه ما بينه وبين البيرنت؟ ما بينه وبين البيرنت ايه؟ تراست. ما بينه وبين البيرنت تراست، ونوع التراست ايه؟ ترانستر. ماشي كده؟ وبياخد من البيرنت ايه؟ بياخد من البيرنت ثلاث حاجات. بياخد من البيرنت ثلاث حاجات، ايه هما؟ بياخد الكونفجريشن بارتيشن، بياخد السكيما بارتيشن، جلوبال كاتالوج. الله يفتح عليك. هو برضه بيورثهم. ليه؟ ما هو ده دومين. احنا لو جينا اتكلمنا ده دومين مستقل. ده الدومين ده ليه الناس بتوعه. او ما يقل ما بيني ما يقل ما بينه وما بين بيرنت ايه؟ تراست. ما بينه وبين بيرنت تراست. يعني هو هيورث الكونفجريشن بارتيشن، هيورث السكيما بارتيشن، هيورث ايه؟ الجلوبال كاتالوج عشان في تراست. طيب اللي بعد كده تري. التري ده هياخد اتنين بس، هما الكونفجريشن بارتيشن والسكيما بارتيشن. هياخد ايه؟ الكونفجريشن والسكيما. ليه بقى؟ اشمعنى؟ عشان ايه؟ عشان كده هو عنده جلوبال خاصة بيه هو. خلي بالك ان احنا لما جينا اتكلمنا على التري قلت لك التري ده هو ما بيورثش الاسم، هو بياخد اسم لوحده خالص.
ليه؟ عشان انت بتتكلم في جزء خاص في الشركه، بس في تراست، ونوع التراست ترانست برضه نفس القصه. عشان كده انا بقول لك ايه، بقول لك ان الفورست كلها الليله كلها اللي عندك دي هينزل لها ايه؟ اكسشينج واحد بس، هينزل لها اكسشينج واحد بس، هيخدم على كل دول، وهينزل عند البيرنت وهيخدم على مين؟ على تشايلد والتري. ولو لو نزلته على تشايلد هيخدم على التري، لو نزلته على تشايلد هيخدم على البيرنت ويخدم على التري، لو نزلته على تشايلد هيخدم على البيرنت وعلى التري. ليه؟ برضه هيخدم على الكل. ليه؟ انت في كلا الحالات هتروح تعمل اكستند وموديفاي لسكيما واحده وكونفجريشن بارتيشن واحد. هو طبعا الافضل ان هو ينزل على البيرنت طبعا يعني. لا المفروض في الاساس لازم يروح على البيرنت زي ما قلت لك. عشان كده لازم ينزل، لازم بيعمل ايديت لحاجتين عشان الاكستشينج ينزل، بيعمل ايديت للكونفجريشن بارتيشن وبيعمل موديفاي للسكيما بارتيشن. السكيما بقى بينزل طبعا، انت عندك سكيما واحده بس على مستوى الفورست كلها، بينزل في الكونفجريشن على مستوى الفورست كلها. نتيجه كده ان الليله بتاعتي دي كلها ليها اكستشينج سيرفر واحد بس. لو عندي فورست ثانيه ينفع الاكستشينج بتاعي يخدم على الفورست دي، ينفع، بس لازم تعمل حاجه غير التراست. هي لازم تروح تعمل اكستند للسكيما الثاني. ايوه شرطا عشان تقدر تخدم على الفورست الثانيه. انت في كلا الحالات هيكون في تراست، بس لازم تروح تعمل لها ايه؟ اكستند. لا بس مش هتنزل اكستشينج، هو بمجرد ما انت عملت اكستند السكيما بنرمي كوم باور شيل كده ورايا، هو بس يشوف الدومين اللي هناك بس عشان يقدر يتعامل مع اليوزرز والكمبيوتر بتاعه. تمام كده؟ طيب احنا اتفقنا مع بعضينا على انواع التراست. فاكرين انواع التراست؟ قلت لك انا عندي انواع تراست. تراست اول نوع عندي من انواع التراست اللي هو ايه؟ فورست تراست، صح كده؟ ثاني نوع اسمه بيرنت تراست، ثالث نوع تري روت، رابع نوع external trust. هنعملهم دولات كلهم. خامس نوع هتعمل ايه؟ هنعمل short cut trust. دول انواع التراست عندي، دول انواع ايه؟ التراست. عشان تقدر تظبط التراست زي ما قلت لك ايه؟ لازم تظبط ايه؟ دي ان اس، واحنا ظبطنا دي ان اس. ماشي كده؟ طبعا انت بتروح عند كل دومين من الدومينز اللي احنا عندك دي، اللي احنا عملناها من شويه. وزي ما قلت لك انت عندك حاجتين هما عندك حاجتين قلت لك عندك حاجه اسمها كونديشنال فوروردرز. لو عايز توصل لاي حد روح على الاي بي ده بالاسم ده. طبعا انت عندك حاجتين، ممكن تعمل دي او تعمل ايه؟ السكندري زون. بس انا بشجع السكندري زون شويه كده، عشان السكندري زون دي بتعمل ايه؟ بتروح تاخد كوبي كامله من الريكورد اللي موجود هناك، تاخد نسخه كامله من الريكورد اللي موجود عندي انا هناك. طيب لو انا جيت كده على الفورست بتاعتي، يعني دخلنا على اكتف دايركتوري دومين اند تراست، بس عشان بس هو الاصح ان هي سكندري زون، يعني دي ما فيهاش اي حاجه.
لو انا دلوقتي عايز اعمل تراست ما بين مين؟ ما بين مين ومين؟ ما بين تو فورست. احنا دلوقتي خلصنا ايه؟ احنا عاملين الفورست بتاعتنا اهي ادي دي سي، صح كده؟ وقعد عندك البي دي سي، صح كده؟ ورحنا جينا هنا على البي دي سي ده ورحنا عملنا سكندري زون، صح كده الكلام؟ وكله اتشاف وزي الفل. وفي ريليشن شيب ما بينه وما بين مين؟ ما بين الدومينز كلها، مش في راوتر؟ في لينك ما بينه وبينه؟ خلاص انا دي، خلاص انا كده عملت 70% ولا 80% من التراست بتاعي. ما الا دلوقتي ناقص ايه؟ اكريت الرول بس. هنيجي هنا على اي واحد من الاثنين، اي دومين من الاثنين، وهتيجي هنا على الدومين الاساسي بتاعك، هتقول له رايت كليك، رايت كليك وهتقول له ايه؟ بروبرتيز تراست. طبعا هو بيثق في مين؟ بيثق في كايرو، وده بالنسبه له ترانستيف، والكيو ان بي هو تري روت، وهو عباره عن ايه؟ ترانستيف. هتيجي تقول له نيو تراست، نيكست. هنا بقى بيقول لك دخل لي اسم الفورست اللي انت عايز تعملها ايه؟ تعمل ما بينه وبينها تراست، اسمها ايه؟ ان بي اي دوت كوم. نيكست. انت عايز التراست بتاعتك هتكون اكسترنال تراست ولا فورست تراست؟ يا راجل انتوا نمتوا ولا ايه؟ فورست تراست، مش دول تو فورست؟ هقول له ايه؟ فورست تراست. طيب انت عايزها تو واي ولا وان واي؟ يعني انت عايزها رايحه جايه ولا عايزها وان واي انكمنج؟ يعني انت هتروح بس مش هترجع، ولا عايزها وان واي اوت جوينج؟ هو هناك هيجي لك بس انت مش هتروح له. لا طبعا عايزها تو واي، تمام كده. اقول له نيكست. بيقول لك انت هتعملها على الدومين ده ولا عايز تعملها باس ذس دومين اند ذا سبيسيفايد دومين؟ يعني هتعمل هنا وتعملها هناك، تسمع هناك. خلي بالك من حاجه، معلومات يمكن اول مره اقولها ما قلتهاش المره اللي فاتت. انت ما ينفعش تعمل ان هي باس ذس دومين اند ذا سبيسيفايد دومين. ليه؟ كسكيور لا، عشان انت لو هتقول له اعملها هنا وهناك هيقول لك طب دخل لي الباسورد بتاع الادمنستريتور اللي هناك. طب الادمنستريتور بتاع الفورس اللي هناك هيديها لديك اليوزر نيم والباسورد؟ لا، هو بايد، هو المفروض الباي ديفولت انت بتعمل ايه؟ انت بتخليه بتعملها من عندك وهو بيعملها من عنده، فالاثنين هيسمعوا مع بعض سكيورتي. انما احنا طبعا احنا بنعملها في لاب داخلي كده فمش فارقه معانا، بس هي الصح ان هي تعمل ايه؟ كل واحد يعمل من ناحيته هو بس. هناك هيكون في اي تي مانجر وفي تيم وبتاع، وانت ما الا الاونر ده اشترى الشركه اللي هناك، فالاثنين عايزهم يتكلموا بعض، يعني اليوزرز اللي هنا يقدروا يدخلوا هناك. فاجي اقول له ايه؟ بس اعمل لي في الاثنين. فيقول لك لو سمحت اديني الادمنستريتور بتاع مين؟ ان بي اي. انا هنا انا واصل، اقول له ادمنستريتور وادي الباسورد اللي انتم مش عارفينها، اقول له نيكست. بيقول لك ايه؟ انت عايز تقول فورست ويد اوثنتيكيشنز ولا سيلكتيف اوثنتيكيشنز؟ ايه الفرق ما بين الاثنين؟ فاكرينها ولا لا؟ فاكرين الفورست ويد اوثنتيكيشنز ولا السيلكتيف اوثنتيكيشنز؟ طبعا اكيد مش فاكرين حاجه. الفورست هو الحاجه دي، اي حد عايز ياكسس هناك هيدخل على طول، مش هيطلب منه ايه؟ يوزر نيم وباسورد. لو انا قلت له سيلكتيف، لا يا باشا، هيطلب منه يوزر نيم وباسورد عشان يقدر يعمل ايه؟ ياكسس. يبقى انا دلوقتي هعمل له فورست ولا سيلكتيف فورست؟ يبقى هيروح يعمل على طول، مش هيبقى فيه اي حاجه، مش هطلب منه اي حاجه. سيلكتيف لازم يوزر نيم وباسورد، صح كده؟ واليوزر نيم والباسورد دول لازم يكونوا متكريتين عنده،
الكارتين عند مين؟ فرصة اللي هناك. طب اليوزر نيم والباسورد بتوعك هو يعرف عنهم حاجة؟ هل هم متسجلين عنده في الدومين بارتيشن ولا يعرف أي حاجة عنه؟ يعني أنا هشغل الاثنين فرصة تحت فكرة إن هم ماركو جروب. أيوه كأنه ماركو جروب. هتقول له إيه؟ هقول له فرصة نيكست. هقول لك وهناك هناك بقى أما يبقى عايز يروح عندك ما يبقى عايز يروح عندك. هي كنت لسه هشرح لك موضوع ان هو هيكون عندك التو فورست هنا. ادي عندك تو فورست، عندك فورست اهي. طلع في ايه؟ بس. ادي دي فورست اهي. وفورست تانية اهي. دي فورست واحد نكتب كده دي دي فورست واحد ودي فورست اثنين. انا دلوقتي الراجل ده اما يجي يعمل ايه؟ يجي يروح هنا السهم احسن. لما يجي يروح يكلم هنا لو انا قلت له سيلكتيف سيلكتيف هيقول لك اديني يوزر نيم وباسورد، واليوزر نيم وباسورد يكون هنا. يبقى انت في الحاله دي هتشتغل هنا ايه؟ ورك جروب. ليه؟ اشمعنى ورك جروب يعني؟ كانها ورك جروب يعني. ما هو انت عشان تقدر تاكسس هنا لازم يكون لك ايه؟ يوزر نيم وباسورد. بالظبط عادي لو احنا في اللاب بتاعنا ده، اللاب بتاعنا اللي احنا فيه ده، عشان تقدر تاكسس من عندك انت يا استاذ مجدي باللاب بتاعك الجهاز بتاعي انا ده، مش لازم يكون ليك يوزر نيم وباسورد هنا؟ هل انت متسجل عندي؟ لا مش متسجل. انا هينفع ادخل على اللاب بتاعك؟ مش هينفع. ليه؟ عشان ده اليوزر ما عنديش يوزر نيم وباسورد عندك. عشان كده احنا هنا هنشتغل ايه؟ المفروض يعني سيلكتيف. انا يبقى كل الناس المفروض تاكسس الفورست الثانيه عندي، المفروض يبقى عندي المفروض لا تكريت لهم انت بقى لو انت عايز تكريت لهم، او تسيب الدنيا على طول تسيبها ان هم يدخلوا على طول بقى. هقول له نيكست. طبعا هيقول لك ايه؟ ان هنا ادي السمري بتاعتنا ان هو هيعمل لك ايه؟ هيعمل لك فورست تراست نيكست. هو شايف 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 اللي عندك هنا. لا عندك ايه؟ عندك بيرنت وعندك وطبعا التشايلد تحتيه كده كده مش هتشوف التشايلد، وعندك ايه؟ تري. اقول له ماشي يا عم خدهم معايا. ادي السمري هيقول لك ايه؟ نو دونت كونفيرم ذيس اوت جوينج. كونفيرم طبعا. يس كونفيرم فينش. بص كده ونوع تراست ايه؟ ترانست. طب انا لو رحت هناك بقى على بي دي سي اللي هي الفورست اللي هناك، وجيت هنا عند اكتف دايركتوري دومينال تراست، قلت له بروبرتيز تراست، المفروض نقفل اليوزر دي. انا اقول له هنا تولز اكتف دايركتوري دومينال تراست تراست ما حسش بيها. ايه؟ لا دي ما فيهاش ابلكيشن. بس هو بالنسبة له هي كده خلصانة يعني. الدومين بروبرتيز هنعملها له من هنا. انا عايز اعمل ايه؟ ادي abc.com لو احنا عملناها المفروض يعني. هو عايز شايف اساسا اكتب لك ايه هنا؟ انا قلت له abc.com ده اتراست ريليشن شيب وزارة الدومين اوريدي. هي خلاص هو
جايبها اهي تحت، ما خلينا مش واخدين مش واخدين بقى. ما هي وانت هو هي احنا هنا في اللي بيجي ادي مين ده؟ عملت حاجه من عندي؟ طب انا دلوقتي لو انت جيت هنا قلت له باك سلاش باك سلاش وقلت له دي سي، طلب منك يوزر نيم وباسورد؟ لو انا قلت له سيلكتيف هيطلب منك يوزر نيم وباسورد. بص كده انا لو جيت هنا على الدي سي، انا على الدي سي اهو، لو انا قلت له كده باك سلاش باك سلاش بي دي سي هو انت عايز تخش على ايه؟ على السي؟ ما هو جوه بقى هو شايف شير، انت شايف الشير وهتقدر تاكسس على الشير. اي حاجه تاني ما انت لازم يكون ليك بيرميشن بقى، دي قصه بيرميشن بقى جوه. تمام كده؟ دي اول حاجه عندي اللي هي ايه؟ دي اول حاجه عندي اللي هي ايه؟ فورست تراست. تمام كده؟ طيب تاني نوع عندي من انواع التراست اللي هو ايه؟ اللي هو بيرنت تراست. يعني ايه بيرنت تراست؟ يعني انا يكون عندي تراست ما بين مين ومين؟ ما بين مين ومين؟ ودي اصلا هنا ادي اهي، انا دلوقتي عندي ادي التشايلد اهو، لو انا جيت وقفت على التشايلد وقلت له بروبرتيز هو بيثق في مين؟ في اي بي سي، واثق في البيرنت. نوع التراست اللي ما بينهم ايه؟ ترنستف، صح كده؟ لو انا جيت هنا قلت له نيو تراست، لو انا جيت هنا قلت له ايه؟ نيو تراست، ده الاكسترنال تراست بقى. ايه الاكسترنال تراست؟ ان انا عايز التشايلد ده بس يثق في مين؟ في الفورست. او حاجه تاني بقى هي انا عايز التري ده يثق في التشايلد من غير ما يروح للبيرنت. ففي الحاله دي هيكون ايه؟ تراست، اكسترنال تراست. لو انا جيت هنا هيبقى شورت كات تراست دي بقى. انما هنا بالنسبه لي او ممكن اعمل حاجه تاني، هي لو انا عايز اخلي التري ده يثق في مين؟ في الفورست اللي هناك دي، هتبقى اسمها ايه؟ اكسترنال تراست. اكسترنال برضو ان انا هخرج من عندي هروح على تراست تانية. تحب تعملها؟ او ممكن لو جيت هنا كفورست فورست، انما انت هنا كبيره كتري انت شايف مين؟ بيرنت. لو انا قلت له نيو تراست، انت عايز تعمل تراست ما بينك وبين مين؟ ما بين ان بي اي دوت كوم. هقول له نيكست، اديني الادمنستريتور. نيكست، انت عايزها تو واي ولا وان واي؟ تو واي. عايزها الدومين ده ولا الاثنين؟ الاثنين. اديني طب الادمنستريتور ده هناك. ادمنستريتور، عايز الباسورد. انت عايز بقى دومين وايد اوثنتيكيشن ولا سيلكتيف؟ دومين برضو نفس الكلام، دومين. نيكست، سامري، هتكونفيرم. هنعمل ايه؟ كونفيرم فينش. هو ظاهر نوع التراست ايه؟ اكسترنال تراست، بس مش ايه؟ مش ترانستف، مش انتقاليه. الانتقاليه في مين؟ ما بين مين؟ الفورست والفورست، ما بين البيرنت والتشايلد اللي عنده، ما بين تري وروت. دي برضو الثلاثه دول ترانستف، انما الاكسترنال والشورت كات دي مش ترانستف. طب انا لو جيت هنا على البي دي سي اللي هو الفورست اللي هناك قلت له فول سكرين، هو انت شايف ايه؟ اكسترنال تراست. يعني الدومين ده التري ده بيثق في مين؟ في الفورست دي، عادي الفورست اللي هناك.
صح كده؟ لو جيت هنا قلت له رايت كليك بروبرتيز نقفل ده، قلت له هنا دومين اند تراست، رايت كليك بروبرتيز تراست، يعني انا لو جيت هنا قلت له باك سلاش باك سلاش احنا 3 اكسست ولا لا، في تراست ما بيني تمام كده. ده اخر نوع من انواع التراست عندي اللي هو ايه الشورت كات تراست. ان انا دلوقتي عايز مين يكلم مين، انا عايز التري يكلم التشايلد من غير ما يروح لمين، للبيرنت، نعملها من على التشايلد مثلا حاجه هنا اقول له بروبرتيز. بس خلي بالك الدنيا دي كلها تتعمل منين؟ من البيرنت. انت لو انت الادمنستريتور بتاعك في جروب الانتربرايز ادمن هتقدر تعمل، مفيش يبقى انت لازم البيرنت هو اللي يعمل لك. هتيجي هنا تقول له تراست نيو، هتقول له انا عايز اعمل ما بين مين ومين؟ ما بين كيو ان بي دوت كوم، طبعا اوتوماتيك هيشوفه. اديني الادمنستريتور، ادي الباسورد، نيكست. انت عايزها تو واي ولا وان واي؟ تو واي. عايزها ايه؟ زيز دومين ولا الاثنين؟ عايزها الاثنين. اديني الادمنستريتور بتاعه، ادمنستريتور، ادي الباسورد، نيكست. طبعا هتجيب لك سمري ما بين الاثنين، هقول له نيكست. طبعا هنعمل كونفيرم، كونفيرم، فينش. اتسميت ايه؟ شورت كات تراست. لو انا جيت هنا بقى على الكيو ان بي، شورت كات ترانستف، ترانستف انتقاليه ما بين الاثنين. دول انواع التراست اللي عندي كلهم. يبقى احنا كده خدنا انواع التراست. باقي جزئيه ثانيه. نيجي نكمل، هنتكلم في جزئيه بسيطه خالص وهنمشي بعد كده، يعني مش عايزين نطول الفيديو اكتر من كده. هنتكلم على جروب. هنتكلم على ايه؟ على انواع الجروب بتاعتي. انا قلت لك ان احنا عندنا انواع جروب. كان عندي كام جروب؟ عندي دومين لوكال، عندي يونيفرسال، وعندي جلوبال، صح كده؟ طب لو انا جيت كريت هنا جروب، قلت لك انا عندي في الجروب تايب عندي فيه نوعين، عندي السكيورتي وعندي ايه؟ ديستريبيوشن. قلت لك السكيورتي هي فيها حاجتين، بيرميشن بيرميشن وايه؟ وميل اثنين، وفيها اس اي دي، وفيها سكيورتي ايدنتيفاير. الديستريبيوشن ميل بس. طب ليه ميل بس بقى؟ اقول لك انا. لو انت عندك مدير صاحب الشركه عندك عايز يعمل ايه؟ عندك مثلا يوم اجازه في الشغل، يعني مثلا اتش ار مثلا عندك يوم اجازه، فهو عامل ايه؟ مدخل كل اليوزرز كل الموظفين بتاع الشركه على جروب اسمه مثلا امبلوي. امبلوي اعضاء الجروب دول مين؟ الموظفين. نوع الجروب ده اسمه ايه؟ ديستريبيوشن. والديستريبيوشن فور ميل اونلي. بمجرد ما هو عمل ايه؟ عمل للجروب دي وصلت لمين؟ لكل الموظفين على طول. طب هل هي هتطبق عليها بوليسي؟ هتطبق عليها بيرميشن؟ هتعمل عليها حاجه؟ هينفع تطبق عليها بوليسي في حاجه في الاكشينج؟ ما هو الاكشينج نفسه في بوليسي. ايه؟ بتطبق في الاكشينج نفسه مش على الدومين كنترول. انت عندك اساسا في عندك حاجه اسمها في عندك بوليسي في الاكشينج نفسها. اسمها عندك اسمها بوليسي، اسمها دومين ادرس بوليسيز. دي هناخدها ان شاء الله في الاكشينج بتاعتك. زي ما قلت لك ايه؟ ان انت عندك عندك ثلاث انواع من الجروب، عندك الدومين لوكال. والدومين لوكال دي هي بتاخد مين؟
هي بتاخد من جوه الفورست بتاعتها، بتاخد من مين؟ من جوه، بتعمل تقدر تعمل اكسس لل يعني تبقى فيها ممبر، الممبر بتاعها مين؟ من التراست دومين فيها، اللي فيها يعني، يعني ازاي؟ يعني انت عندك انت دلوقتي فورست فيها تشايلد وفيها تري، في ما بينهم تراست، صح كده؟ هي تاخد منهم بس مش هتطلع بره. ماشي، اللي بره يدخل عليها عشان تقدر تاكسس الريسورسز. طيب الجلوبال، الجلوبال ما تقدرش تعمل اكسس الا الدومين اللي معمول ليها، اللي معمول فيها كرييت. يعني يعني الجلوبال دي يعني هي متكريت على مين؟ على البيرنت ولا التشايلد ولا تري؟ بيرنت، يبقى هيكون ممبر فيها البيرنت بس. بس خلي بالك هي تقدر تخرج بره. عكسها. طب هيكسزوا على مين؟ ما هو انت لازم تكون اعضاء فيها مين؟ طب الجلوبال دي اعضاء فيها مين؟ اللوكال، الدومين لوكال، تمام كده؟ فانت هتدخل فيها ممبر جروب الدومين لوكال، والدومين لوكال هو شايف كل الفورست، يبقى جروب جوه جروب، وجروب هتطلع لبره على جروب هتبقى جوه جروب. طيب اليونيفرسال، اليونيفرسال تقدر تعمل ايه؟ تقدر الممبر فيها طبعا تقدر تاكسس اي ريسورسز من في تراستد دومين بداخل الفورست بتاعتها بس، من تشايلد او تري، ما تخرجش بره. يبقى انا زي ما قلت لك، لا اللي بتخرج بره بره الجلوبال بس. الفيرسال؟ لا اتاكد من المعلومه دي. الوحيده اللي بتخرج الجلوبال بس. الفيرسال من نفسها، من نفس الفرص بتاعتها. لو انا عايز اعمل فيه، عايز اعمل زي ما قلت لك جروب للموظفين، يبقى انا هعمل ايه؟ هخلي الجروب بتاع الموظفين ايه؟ هخليه ديستريبيوشن عشان ده انا هقدر اكسس عليه بس. يعني مثلا لو انا هنا قلت له انا عايز اعمل جلوبال اسميها جي، ادي جلوبال، هنيجي كاريت واحده ثانيه هنسميها ايه؟ دومين لوكال، هنيجي كاريت واحده ثالثه هنسميها ايه؟ يونيفرسال. شو ما بين تول فورس دلوقتي في تراست؟ بص مثال عملي اهو، تبص على بره ليه؟ لو انا جيت هنا عايزين بس نروح لكل فورست، نيجي هنا على تشايلد، نيجي نفتح اكتف دايركتوريز اند كمبيوترز، نيجي نكريت هنا اويو هنسميها كايرو، هنجيب هنا جروب هنسميها ايه؟ يونيفرسال. وهنكريت جروب هنا جلوبال، وهنكريت جروب تالتة هنا هنسميها ايه؟ دومين لوكال. عشان بس نكون مميزين. لو انا جيت هنا في الجلوبال دي، بص يا محمد، قلت له ممبر انا واقف على مين دلوقتي؟ على تشايلد. مش انا واقف على تشايلد؟ هنيجي هنا ادي تشايلد، هنيجي هنا ندوس له في الجلوبال نقول له بروبرتيز ممبر اد ادفانسد. طبعا هي هنا لو جيت هنا في اللوكيشن هو شايفها مين؟ الكريتة فين؟ في التشايلد. طب لو انا جيت هنا على الدومين لوكال وقلت له ممبر اد وقلت له اللوكيشن بتاعي، بص بقى هي شايفه مين؟ البيرنت، وشايف مين؟ التشايلد، وشايف مين؟ وشايف مين؟
لو انا اليونيفرسال خرج بره ما شافش الفرص اللي هناك مش هيقدر يخرج بره لازم دومين يخش جوه دومين لوكال الاول. طب انا لو الفرص اللي هناك لو انا دلوقتي في البي دي سي مش كده؟ هنيجي هنا على Active Directory Users and Computers هنيجي كريت له مثلا اولو هنسميها NBE هنيجي كريت جروب هنسميها ايه؟ Domain Local هنيجي كريت جروب هنسميها Global هنيجي نكريت OU جروب تاني هنسميها ايه؟ يونيفرسال. لو دوسنا على الدومين لوكال وقلت له بروبرتيز ممبر اد لوكيشن شاف الكل عاد شاف التري اهو وشاف الفرست كلها اللي هناك عشان في تراست ما بينه ما بينه وبينه. لو انا جيت هنا على الجلوبال قلت له member add location هو بس. لو انا جيت هنا على universal وقلت له properties member add location اللي فيه بس خرج بره يقدر يخرج بره domain local بس. طب انا لو جيت هنا كريت كده جروب وخليتها ديستريبيوشن ماشي كده؟ هسميها ديستريبيوشن بس يس. لو انا جيت هنا قلت له رايت كليك قلت له جروب ممبر قلت له ايه طبعا هو شاف مين؟ جلوبال بس هي ما تشوفش الا جلوبال بس الا جلوبال بس اهو. يبقى انت لازم عشان تقدر تكريت جروب تحط فيه الايميلات لازم تخليها ايه؟ لازم تخليها ايه؟ جلوبال. هتخليها ديستريبيوشن وهي ما تيجي تشوف هتشوف مين؟ هتشوف تشوف نفسيها وهتشوف جلوبال. هتيجي تشوف نفسيها وتشوف ايه؟ جلوبال. نفس الكلام انت هنا لو على الفورست الثانيه دي اخر حاجه خلاص يعني لو انا جيت هنا جينا كريتنا ايه فولدر كده سميناه مثلا داتا وجيت هنا عملت ايه سترايت كليك كده وقلت له بروبرتيز شيرنج ادفانسد شير شيرز فولدر بيرميشن خليها هي فرونا مش فارقه ندخل الدومين ادمن سكيورتي افيروان ندخل افيروان افيروان مكانها برضه الاوثنتيكيتد يوزر مثلا كده. لو انا جيت على الفورست اللي هناك بقى وجيت هنا على الدومين ده احنا في حاجه عايزين بس عايزين ندخلها ندخل فيها ممبر مين لو جيت هنا عشان تقدر تخرج بره دي لازم تكون ممبر جوه مين؟ جلوبال عشان تخرج بره هتخرج على ايه؟ دومين لوكال مش تخرج بره دومين لوكال؟ اسف مش جلوبال مش جلوبال هتخرج بره على ايه؟ على دومين لوكال صح كده؟ وبره هيخش جوه على ايه؟ على جلوبال او يونيفرسال. يعني مثلا احنا هنا في الجروب دي
ادي الدومين لوكال، هخلي الممبر بتاعها مين؟ جلوبال. وهنخليها يونيفرسال. لو رحت هنا ستيشن، لو حبيت اكسس لحد كده هنوقف، ان شاء الله نكمل بقى المره الجايه.